أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا صلى الإنسان صلاة الاستخارة فهل يقدم على الأمر الذي هم به أو ينظر ماذا يغلب على نفسه؟ وإذا لم يترجح عليه أو إذا لم يترجح له شيء فماذا عليه؟ نعم، إذا صلى الاستخارة ودعا بالدعاء فإن وجد في نفسه ميلا إلى أحد الطرفين فإنه يأخذ به، أن هذا علامة على أن الله دله على الخير. وإن لم يترجح عنده شيء فإنه يعيد الاستخارة ويعيد الدعاء حتى يترجح لديه أحد الطرفين، يكرر.